بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. يعني إخوان، قبل ما إن شاء الله بإذن الله البث المباشر، لا بد أن نعرج على يعني لا بد من الإنسان أن يبدأ مثل هذه اللقاءات أن يفتتحها بمجالس من آيات من كتاب الله عز وجل، وذلك بتلاوة الأخ ياسين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ ياسين تفضل، إن شاء الله طابنا بدك أكرمنا بدك الصوت اللي أعطاك الله عز وجل، نفتتح هذه المجلسة بآيات. الله يسترنا. آمين اللهم آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. أكرمك الله سيدي ياسين كما أكرمت أنا بهذه التلاوة العطرة، أحسن الله إليك وبارك الله فيك ورفع الله قدرك ونفعك ونفعنا بك. لا يخفى عليكم أن الحلقة الثانية كنستضيف فيها الأخ ياسين الدهن، يعني ما نحتاجش أننا نقدمه لكم بإذن الله. الحلقة الثانية من عد إلى الله ولو أسرفت في عصيانه، بمعنى يعني ولو أنها لا تحتاج معنى لأن العبارة كتشرح راسها براسها. لا يخفى على الحال أن الشباب اليوم أصبحت تدمي القلوب قبل أن تدمي العيون. كيفاش بك أنت شاب وأن الله عز وجل كينعم عليك مجموعة من النعم، وسأل الله السلام ديك النعم باش كتعصيه، وأنت شاب في أوج العطاء ديالك أنك بلاص ما ترجع لطريق الله عز وجل وتعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا بك هذيك تولي آخر حاجة عندك، أسأل الله السلامة. ومهما كان الشاب تقيا ومهما كان نقيا، فهذا الزمن زمن الفتن نسأل الله السلامة وزمن المغريات، إلا لا بد من أن الإنسان يقع في الخطأ. مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، وخطاء جاءت على وزن فعال.
أتخطأ أخي بغيتي ولا كرهتي؟ لذلك الأخ ياسين كان تقدم لك أولا بواحد السؤال، سؤال الإخوة الشباب، لأنهم شو تقدر تقول لهم؟ الله السلام، الشاب اللي تيألف المعصية، زيد على ذلك أنه كيدافع عليها كأنه كيدافع على الحق. مثال يعني، لو أنك خديتي أحد الشباب ودخلتي معه في واحد الموضوع ديال أن مثلا المعازف راه حرام، كتولي صعيب أنك تقنعه، ولا داك السواد اللي راك لابس مشرق اللي كيبين العورة ديالك صعيب تقنعه. أنت بالنسبة لك الأخ ياسين، ما قولك في هذه المسألة هذه؟ ما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فاش قلت لي هذيك ما قولك، بلي بحال رديتيني مفتي، سامحك الله. هذيك ما قولك يقولها لنا العلماء، ما قولكم في كذا كذا، ما قولك. أما احنا كنتذكروا فقط، كنعمروا المجالس ديالنا. دابا احنا عوض من 11 ل 12، أول نية عندي أنا عند الله عز وجل هو أنني الساعة هذه لو أنني جديد غير 10 الناس ولا 15 الناس في هذه الساعه، ما يمشيوا يضيعوا وقتهم في شي حاجه اللي هي لا تعود عليهم بالنفع، لكان هذا كافيا لي. لذلك كتب لي ربي هذا الاجر ديال انني اجتمعت مع اخوه اذكر الله عز وجل حتى نكتب عند الله عز وجل في سجل الذين أمين. يجتمعون على حلق الذكر، والذين يذكرون الله، والذين لا يكون مجلسهم عليهم تيرة وحسرة، ومن الذين يذكرهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم، ومن الذين يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة لو كنا ضمن هؤلاء لا كفانا. أما من ناحية المعارف والمعلومات، أما أنا ما مثلي ومثلكم كما قال هذاك إلا كبائع زمزم لأهل مكة. حال واحد جاب زمزم لأهل مكة وبيبيعوا لهم، ما عندهم زمزم موجود تما، ما عندهم، ما يشتروا عنده لا زمزم لا والو. فما كاين شي جديد غادي نقدموه الا حسن ظنكم فقط هو أحسن اللي الله شادني. إليك، عفى الله قدرك. الله يكبر بك. اما بخصوص هذا الموضوع هذا، فاحوج الناس اليه وانا، لذلك اذكر نفسي واذكر اخواني، لان هذا الزمن اللي فيه احنا، الزمن ديال المغريات والملهيات، الزمن ديال الغفله، الزمن اغلب الناس يعني يجري من اجل الدنيا ومن اجل مصالح دنيوية، لا شك أنها مغلفة بثوب لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ومغلفة بغلاف عيش في الدنيا كأنك تعيش أقل من أبدا إلى آخر ذلك. هي هو كلام صحيح، لكن بعض الأحيان لا يراد به الحق، وإنما يراد به تخفيف عن النفس، ونعطيه لراسنا شوية ديال تبريرات على الكسل ديالنا. وعلى وإلا لو أحدنا قرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تقواه وفي ورعه وفي عبادته، وعن سير الصحابة رضوان الله عليهم، وعن سير الصالحين من هذه الأمة، والله لاحتقرنا أنفسنا ونحشموا أننا نتقدموا الناس وأننا نقفوا قدام الناس. لكن كما قلت لك، حسن الظن ويذكر بعضنا بعضا، ويعني يستر بعضنا بعضا كما الله عز وجل سترنا، احنا سنحاول نستر راسنا، وإلا كما قلت في الأول لا أحد معصوم من الذنوب. في الحديث لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فبزاف ديال الشباب، احنا هذا هو الموضوع، لان الموضوع في بزاف ديال الفروع. فانا مكرر اننا هذه المساله ديال عود الى الله، هذه الكلمه الجمله اللي درتي اللايف لبث مباشر ديالك ديال عود الى الله، جمله تقطر املا، جمله تقطر حبا ورجاء في العوده، في عوده الشباب الى طريق الله. فانا حبيت ان هذا المقام هذا، هذا المجلس هذا يكون مجلس فقط ديال التذكير وديال حبيب الشباب في التوبه الى الله وفي الرجوع الى الله، لان بزاف ديال الشباب يعني كيذنب وكيعاود يذنب وتيعاود يذنب، فيظن انه يعني الله عز وجل ثقيل عليه انه يغفر ليه، وكانه مسجل في اللائحه السوداء عند الله عز وجل. هكا كيقول لي راسو، كيظن راسو الشيطان عزيز عليه بحال هاد الناس هادو. باش يقول الشيطان مع راسو تيزيد كينفخ ليه، تيقول لي لا ماشي انت في اللائحه السوداء، انت في الخر ديال اللائحه السوداء. هذيك اللائحه السوداء انت في الخر ديالها، وانت راه مشيتي فيها، وانت راه ما عمرك بقيت بليك الله، وحسن لك خليك هكاك، خليك في المعاصي وخليك في كذا. وشحال من واحد كيصلي وكيدير الزبايط ودوك باللحيه ديالهم وتنصبوا على الناس وكيمشي وكيصلي في الجمع وكل عباد الله رزقهم، وانت واخا هكاك ماشي منافق، انت غير كافر ماشي منافق. هو كيحبب لي حاجه بحاجه، راه هي كلها باطل، فاسق كافر منافق كلهم، ما خدامش ليك انت. على الا قال لك او انا بعدا فاش كيتناقشوا على تارك الصلاه كافر ولا فاسق، تيقول لك او تارك الصلاه ماشي كافر، شنو فاسق؟ هو مشرف ياسين فاسق، عاجبك فاسق، راه حتى حاجه ما خدام لك فيهم، لا كافر لا فاسق لا منافق، ما خدام لك والو فيهم. بزاف ديال الشباب كما قلنا يعني
توصل لواحد المرحله ديال المعاصي. احنا بدنا نقول اليوم ومر الله عز وجل، يعني القران يقطر رجاء كما هو معلوم عندكم، ارجاء يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل كما خلق هذا الكون هذا من العدم وخلق هذه المجرات وخلق، يعجزه ان يتوب عليك؟ بالعكس، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم كما في القران. الله عز وجل عذبك ودخلك الجنه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله عز وجل ماشي الهم ديالو الغايه ديالو هو انه يعذبك ولا انه يلقيك. الله عز وجل خلق هذا الكون هذا ودار لي واحد النظام وقال لك سير على النظام هذا، هو الخلاصه ديال الدين. خلق الله هذه الحياه وجاب لي نظام هو الدين، وخلق الانسان وقال لي سير على ذاك الدين باش يمشي النظام ديال الحياه. فالانسان اش كيدير؟ ما تيعجبوش ذاك النظام تيبدا يخرج. قال لي الله عز وجل حل لي على العصير ديال الافوكا، العصير ديال 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 الليمون، العصير ديال البانه، العصير ديال انواع العصير، انواع ديال المشروبات، انواع ديال كل شيء مباح حل الله عز وجل. حرام واحد الحاجه اللي هي الخمر هي اللي حرام، والانسان تيخلي جميع اتاي، يخلي القهوه، يخلي جميع دوك المشروبات وكيمشي لهاك الحرام. الله عز وجل حل لي الزوجه ديالو وكيقول لي تزوال، اختار اي وحده وفقط جيب جوج شهود وطبق المسائل ديالك النظاميه وتزوج هذيك المراه حلال لك. ثم تيخلي داكشي كامل وداك الحل وكيمشي كيتخبى وكيمشي كيدير شي حاجه اللي هي لا غير لا تجوز. يعني جميع المحرمات الا جينا نشوفوا كنلقوا بانهم قلال مقارنه مع المباح في سياقهم. مثلا دابا كما قلنا مثلا سياق المشروبات كتلقى الحلال كثير والحرام قل، ومع ذلك كتلقى بنادم كيمشي لداك الحرام. ثم اكثر من ذلك كتلقى ما فيهش نفع ليه، كتلقى الحاجه اللي فيها نفع في داك الشيء يخليها، والحاجه اللي فيها الضرر ليه كيمشي ليها. لان الله عز وجل ما يمكنش شي حاجه فيها الخير لنا يحرم علينا، وما يمكنش شي حاجه فيها الضرر لنا يخليها الله هنا يقول لك هو صافي مزيانين ديروا حاجه فيها الضرر لكم. الضرر يزال، هذه قاعده عند اصحاب الاصول تيقول لك الضرر يزال. ما خاصناش حنا نعيشوا في الضرر وخاص الحرج يرفع، ما خاصنا نعيشوا في الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين ديال الله يسر. الله ما قالكش الله في الاول تخيل معايا فرض علينا 50 صلاه. إذا جيتي إلا جينا هذا المسجد هذا وريحوا معاه 50 صلاه نفكروا فيها والله تيهرب ليك. لان الله عز وجل هذه رساله، علاش الله قال لنا هذا الشيء هذا؟ من باب الله عز وجل كيبين النعم ديالو. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه الايه هذه كتوافق مع 50 صلاه. لانني انا خلقتك هنا ماشي باش تجيب شفر وتولي موظف عند واحد وكوميرسيال وبيحرق عليك الصباح، كتولي كتعبدو من دون الله. كيولي هذاك السيد كتخاف منه اكثر مما كتخاف انت من الله. علاش؟ لانك ما طبقتيش هذه الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تخيل معايا 50 صلاه وعندنا 24 ساعه. غنديروا لها دابا عمليه حسابيه. عندنا 24، عندنا 50 صلاه مقسومه على 24 ساعه. كل جوج دقائق صلاه. كل 10 بين جوج دقائق حتى 10 دقائق كتكون عندك صلاه. او قول لا العكس. هي هذيك تقريبا، انا حسب ذيك النهار حوالي كل 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه. نص ساعه ديما قلنا 20 دقيقه ضروري خاصها تجيك صلاه. وتخيل معايا كون بقينا هكاك، ولكن الله عز وجل يعلم ضعف هذه الامه ويعلم تقصيرها، لذلك خفف عليك الله. 24 ساعه عندك فيها خمسه ديال الصلوات فقط. بالله عليك دير لي يومين 10 دقائق الصلاه، هذا بقى لك 23 ساعه اللي بقى لك. ومع ذلك تجد الانسان لا يصلي. ولا مشينا غدا عند الله وتوقف قدام الله احفيان عريان ما لابس والو، ما معاك لا الخدامه ديالك، ما معاك لا الوالدين ديالك، ما معاك عشرات، ما معاك والو، بوحدك بينك وبين الله عز وجل. يقول لك علاش ما صليتيش؟ علاش ما كتصليش؟ اش اللي تقول لي؟ ها قول لي دابا انت اش تقول لي؟ انا اعطيني الاعذار ونقول لك واش ينفعوك ولا ما ينفعوكش. انا مستشار قانوني مثلا، اعطيني الاعذار ديالك. اشنو؟ علاش ما كتصليش؟ ما قادش على ما قادش توضا؟ ما عندكش الروبيني؟ الله قال لك تيمم. الا ما عندك الماء ما عندك الماء تيمم، مريض تيمم. علاش ما مساليش؟ جالس في القهوه شاد التليفون. ودابا التليفون ينفعك عند الله ولا الصلاه تنفعك عند الله؟ والمصيبه الكبيره اللي ما عارفين بزاف ديال الناس، الحاجه اللي هي صعيبه واول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه. قبل ما نتحاجوا معك على داك الخير اللي درتيه وداك الشيء اللي اول حاجه تحاجوا معك على الصلاه. هذه شحال صعيبه، انت ما كتصليش وكيتبان لك ان الامر سهل. فخلف من بعدهم خلف كما يقول الله عز وجل فقط اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الا جيت تفكر مع راسك والله ما تلقى شي عذر اللي يقيم لك حجه. شيء راه حنا عندنا العقل وناس خلقنا الله بالعقل، فاش كتغيب لله المثل الاعلى، فاش كتغيب على المدرسه واش كتمشي تقول لهم شي عذر؟ ما تقولش ممكن دار التليفون ولا كتقلب على شي عذر اللي ينفعك.
وهذاك العذر اللي ينفعك في المدرسه الله عز وجل حيدو لك من قدام، وعرف بانه لن ينفعك، لان الصح لا الصح ما كيتبنى الا على الصح. الله عز وجل اعطاك الوقت واعطاك الرجلين واعطاك الصحه واعطاك كل شيء باش تعبد الله عز وجل، ومع ذلك لا تعبد الله. نرجع للمساله الاولى اللي بدينا بها ديال الاسراف في المعاصي. قلنا باننا نحن جينا في واحد السياق، في واحد الزمن اللي ولا فيه الحرام سهل، ولا فيه الحرام قريب، ولا فيه الحرام ممكن ترتكب الحرام باقل الاثمان، بعض الاحيان فابور ترتكب اكبر الكبائر لترتعد لها الجبال. والانسان اللي يعلم ان الله عز وجل مطلع عليه في ديك اللحظه فاش هو كيعصي الله، لو تذكر مراقبه الله لا اظن انه سيستطيع الحياه بطمأنينه. كان احد السلف يبكي ويقول: من يضمن لي ان الله عز وجل قد اطلع علي مره وانا كنت اذنب فقال اذهب فاني لن اغفر لك؟ شكون يضمن لي ان الله ما يقولش لي؟ لان اصعب حاجه في الابتلاء هي انك تعصي الله، والله عز وجل يراك. راه ديما كنقربوا الامثله ولله المثل على بالامثله الحيه باش اللي كنعيشوا حنا اليوم. تخيل معايا يدير لك الكاميرات في المحل ديالك ومنولين فيك، عاطينك 10000 درهم ولا 15000 درهم، عاطينك سياره، عاطينك ساعتين ولا 3 سوايع في النهار فقط للخدمه، امتيازات، وغيرك حرم هذه الامتيازات. هذا هو المكمن، هذا هو مربط الفرس، غيرك حرم هذه الامتيازات، وانت عندك هذه الامتيازات ومراقب وتابعين في الكاميرا. ثم انت داك الشيء اللي يقول لك ما ديروش كديروا، تيقولوا لك مثلا تيقولوا لك هذه الحاجه ديرها في هذا الكرتون هذه، وانت ما شايط لك والو انك ديرها في الكرتون اخرى، وكتمشي انت وكديرها في الكرتون الاخر اللي قال لكم وما كيشوفك. فهاد الرجل من السلف كان يقول: لعل الله ولي المثل على يطلع علي في واحد النهار وانا كندير داك الشيء اللي قال لي ما ديرش، يعني اعصي الله، تيقول لي ما ديرش هذه وانا درتها. ثم يقول لي الله عز وجل: اذهب فاني لن اغفر لك. عاد الا مشات قال لك الله هذه صافي، اغسل على راسك، عرف بانك لن ينجيك شيء، لان الله هو القاضي، ولك القاضي والخصم ذاك يوم القيامه، فانت انسان خاسر لا محاله. وهذه الموليات وهذه سهوله الوصول الى المحرمات في هذا الزمن، هذا من الامور اللي هي مستجده حالها حياه المسلم. فالمسلم كان يعيش في بيئه، عاده في بيئه يعني تسهل له الطاعه، مساجد ما شاء الله مفتوحه، الخمارات غير مرخص لها، اصلا لا 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 لم تكن في بلاد المسلمين. فلكن الان الثقل مضاعف عليكم وعلى الشباب، فعلى الشباب ان يتقوا الله وان يعلموا ان الثمن غالي. اي لا عرفتي شنو هو الجزاء ديال الصبر ديالك، اتصبر. شو الناس الان شهادات دنيويه قد لا تنفعه في شيء، شحال من واحد شد دبلوم واجتهد وما خدمش به في الاخر، لكن من اجل ذاك الدبلوم اللي غير كيتوهم انه هو المستقبل ديالو، توهم. ما كاينش شي واحد كيضمن لك يقين انك الا جديد الباك يوفروا لك خدمه، ما كاينش شي واحد يضمن لك انك الا جديد الاجازه يضمنوا لك خدمه، ما كاينش شي واحد كيضمن لك انك الا جديد الدكتوراه يضمنوا لك خدمه ويعطوك الفلوس، اوعى ما كيضمن لك. اذا اظن ماشي يقين. ومع ذلك الا سولتي شحال السهر ديال الليالي وحنا الله فات الامتحانات، وكل واحد عنده في داره شي واحد كيدوز الباك، كون شفتوا الصهير اللي دوز والصبر اللي دوز والابتلاء اللي دوز واللذه والمباح له قد يسمح فيه، كيسمح الناس غادي للبحر ما ينضر وما يمشيش للبحر لانه ما مساليش هو كيحفظ، سمح في المباح. من اجل ماذا؟ من اجل الكرتونه، من اجل الورق. بالله عليك الجنه لا تستحق. الا فكرت ودرتي قدامك بان الجنه كتسناك، اجمل شيء في الجنه الله عز وجل، لو كنت من الموفقين تنظر الى وجهه الكريم. الا مشيتي للجنه اجمل شيء في الجنه ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تلتقي بالصحابه رضوان الله عليهم. الجنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، شي حاجة ما كتصورهاش، شي متاع وشي لذات أنت ما عمرك ما شتيهم. أنا في الدنيا الآن وكل مرة كتستجد شي حاجة كتقول أي صاحبي الناس كانوا كيتمتعوا بها، إحنا لا ما تمتعنا بها، لا ما عرفنا واش هذه المتعة كاينة هذه الدنيا، ومع ذلك ما ساليتش المتاع اللي فيها. وأقل أهل الجنة
عنده الدوبل ديال الدوبل ديال الدوبل ديال ميت الارض كلها، الارض كلها بالملوك ديالها وبالقصور ديالها وبالرؤساء ديالها وبالفخامه ديال الدنيا كلها مدوبله بزاف د المرات. هذا اقل اهل الجنه، خليه اعلاهم مرتبه. وهادشي هذا وجد الله، الله حق ولا ماشي حق؟ الله حق، وكلام الله حق حق، وعد الله حق حق. علاش حنا شي ما كناخذوه بعين الاعتبار؟ وجاوبني، وفينا هو اللوجيك؟ كتقول لي اللوجيك، الله جيب اللوجيك دابا، عيط عليه، صونع لي هاك التليفون، صونع على اللوجيك وعيط عليه، قول لي هاجي احضر معانا الله يحفظ ليك، ونبينا ما نسولك عنديش وجاوبنا. تعبير. انا عطيت صيفطوها عليه سي حمزه، صيفطوها عليه، ارى النمره نصونع على اللوجيك. ف اللوجيك هنا فين خاص تخدم اللوجيك، وشوف وخدم الرياضيات وكون انسان يعني. هنا خدم خدم هنا، طمع 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 في الجنه، طمع فيما عند الله، ما قلناش لك لا، طمع فيما عند الله، واضرب على اضرب على راسك، هذه اضرب على راسك وخدم. الجنه تمشي تدخل الجنه ما فيها ستريس، ومرض العصر الان اللي كيعانيوا منه الناس هو الستريس، هو الضغط. الناس هادو كاين الناس جوج، الناس كاين الناس اللي تيعانيوا مرض ديال الفقر ومرض، والناس اللي كيجدوا الفلوس يقولوا صافي الحياه ديال الفلوس، كيجي لهم واحد المرض سميتو ستريس اشد مرضا من الفقر، لدرجه انه ما كيتمتعش بدوك الفلوس، وما كيتمتع حتى بزيرو. شتي هو بصحته بوحدو هكا، راس ماله هي صحته، ما كيتمتع بها. عنده مشاكل في البيت، عنده مشاكل في الفراش مع الزوجه ديالو، عنده مشاكل مع ولاده، عنده مشاكل مع الخدمه، عنده مشاكل في البنكه. انت القهوه كتمشي كتجلس فيها، وما قد يجلس في القهوه كيتسالوا الناس الفلوس كيضروا كيقلبوا عليه مثلا. فبزاف ديال المشاكل يعني كاين عند هذوك الناس اللي تيقول لك احنا صافي هذوك عايشين، وهذوك اللي عايشين تيقولوا سعداء، هذوك اللي ما عندهم الفلوس ما عندهم مشاكل، وهذوك مساكن كاين اللي بيت بالجوع، كاين اللي بغى يدير، كاين اللي بغى كيتالم فقط، لان الله عز وجل قال لك لقد خلقنا الانسان في كبد. سدينا السلام عليكم. الانسان ما دام في هذه الحياه ما عمره غادي يقول انا سليت وانا بخير والاخر الحمد لله وانا صافي ملكت السعاده. لان الامام احمد رضي الله عنه لما سئل عن السعاده قال لما كتخطي الخطوه الاولى في الجنه، تما كتقول تما كتضمن راسك السلام عليكم بخير وعلى خير، ما خايف والو، ناشط سعيد، ما كاينش الضغط، ما كاينش ستريس، ما كاينش الشيكات، ما كاين الفقر، ما كاين المشاكل، ما كايناش الحاجه، ما كاين والو، ما كاين غير الايجابيه، ما كاين غير الامور الزوينه في الجنه. واصبر، الجنه تستحق المتع الان اللي كيضرب عليها الدري ديال العاده السريه ولا المتعه ديال مثلا، عندهم المتعه اللي بزاف الشباب كيمشيو ليها، الزنا وهاد الامور هذه، شحال اللذه ديالها، شحال لذه مؤقته فقط. والدليل بعد ما كيسالي الشاب تيقلب، ما حكمه كذا، الله يرحمه عليك، انا وقع ليا كذا، انا اش ندير كذا، كذا. والقصص التي تصل في هذا الباب هذا من اكثر ما يصل، هذاك العذاب وذاك الضمير اللي كيوخزك وتيعذبك، راه ربي عز وجل زرعه فيك باش انك دائما تفكر بان داك الشيء الغلط كيبقى غلط والحق كيبقى حق. علاش كتستبدل اللذه الدائمه المؤبده اش كيقولوا عليها لا منتهي الليميتي، علاش كتستبدل هذيك اللي غير محدوده ولا متناهيه بهذيك اللي محدوده؟ نعطيكم عاوتاني مثال داكشي اللي كيعرفوا الدراري دابا، الا قالوا لك هذا العرض هذا سير دير هذه مثلا، سير جوج خطوات لهيب ونعطيوك الانترنت الليميتي مفتوح الشهر كامله، وقلنا لك ما تمشيش بخا كاع غادي تاخذ غير نص جيجا ولا تاخذ غير 200 ميجا ولا شي حاجه. اللي علاش انت تبقى جالس وتاخذ ديك 200 ميجا؟ علاش ما تصبر تاخذ ديك جوج خطوات وتاخذ اللي ميتي غير محدود؟ هذا مثال بسيط على داكشي حنا اللي ما تنخدموش فيه عقلنا. ما دام انت مؤمن، انت اللي اخترت هذه الطريقه هذه، احنا ما جبناش وفسخناك وضربناك وقلنا لك كن مسلم، انت قريتي وانت تشعر بالانتماء لهذا الدين وتفتخر بنبيك وعجبك الاسلام وعجبك تعاليم الاسلام وشتي المسلمين كيفاش عايشين وعجبك الاسلام وقراتي على المسلمين وعجبك الاسلام واخترتي انك تكون مسلم، هذه هي الطريق للاسلام. لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، ما تختارش فقط هذاك الشيء اللي عاجبك. فامشوا في منا كيبغي وكلوا من رزقي، اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، هذا الشيء كامل هذا حفظه، داك الشيء الاحاديث ديال الدنيا والاحاديث ديال حفظه، ولكن الاحاديث ديال الصلاه، الاحاديث ديال العباده بصفه عامه، الاحاديث ديال حفظ حقوق الناس، الاحاديث ديال الصبر على، لان يعني الصبر انواع، الصبر على معصيه باش انك ما توقعش في المعصيه، هذه الامور هذه غالبا ما كثيرا ما يعني نستبعدها ونجعلها خارج دائره تفكيرنا. وشكون اللي خسر في هذا الشيء؟ هذا حنا اللي خاسرين. اول عقوبه من الله عز وجل هو الضنك،
هو التعاسة التي يعيش الإنسان الذي يبتعد عن طريقي الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شكون اللي قالها؟ ماشي أنا، وماشي ياتي العمري، وماشي الشيخ الكمالي، وماشي الشيخ سلمى العودة، ولا ماشي الشيخ الطريفي. هادشي هادي قالها الله عز وجل اللي قالها. واش الله حق؟ الله حق. الله صادق؟ الله صادق. وعد الله حق، وعد الله حق. إذا كان أنت فاش كتسول راسك علاش أنا مستريسي؟ علاش أنا مريض؟ علاش أنا ما مرتاح في حياتي؟ علاش المشاكل اللي كيتكبوا عليا؟ أول سؤال سولو، ما شنو هي العلاقة ديالك بينك وبين الله؟ السعادة راه أنت ما تظنش أنك السعادة أنت كتجلبها بقدراتك ولا عندك عصا موسى. السعادة هي منحة من الله عز وجل، ربي اللي كيوهبها لك وربي اللي كيحيدها منك. تعاسة ربي اللي كيبتليك بها، فاللي كيوهب واللي كيبتلي هو اللي خاص تمشي عنده وتشوف داكشي اللي قال لك ديرو ديرو، وداكشي اللي قال لك ما دير حاول قدر المستطاع، حتى لو وقعتي، حتى لو قدر الله وقعتي في المعصية لا تستحلها. ما تبررش وتقول ايوا الموسيقى كذا كذا، ولا ايوا الزنا كلشي كيزني، ايوا علاش كاع انا اجزب بالسلامة وفي ملك الله كاع كذا. لا، هذا خطأ. اعلى الناس مرتبة واللي بعيد على المنكر وعلى الزنا، مثلا على الزنا، ثم يليه الذي حتى لو وقع في الزنا يتوب ويستغفر ويذنب ويقلع ويعزم على عدم العودة وكيتعذب، بس الله عز وجل يطهره. ثم المرتبة الأخيرة هو هذاك اللي تيوقع في الزنا ثم تيصبر راسه، تيبغي ذاك الضمير اللي عندك، شو ديك الرقابة الفطرية اللي زرع فيها الله عز وجل، يبغي أنه يتخلص منها، ومستحيل تخلص منها. راه فاش كطفي الضوء راه ما كيطفاش لك الضوء ديال العقل، راه تيبقى عقلك كيدور وما كيديكش النعاس، وكتبقى كتفكر فيها وكتفكر كذا وكتعذب راسك. علاش اولاد الناس ما تكون انسان متصالح مع نفسه؟ انا ذنبت الى الله اتوب الى الله، انسان ضعيف ويتوب. الله عز وجل عز قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ولو كنا احنا ملائكه. على شنو الفائده؟ شنو هي الفائده ديال كون الله عز وجل غفور رحيم الا ما كناش احنا كنعصيو؟ اذا هذه الخاصيه هذه غير زايده، هكا يقول لك عقلك. اذا ما تروح ما كيدير الذنوب، وغير ما كيتوح ما كيدير الذنوب، والتوح ما كيعصي الله. اذا غفور رحيم ليش؟ الله عز وجل يقبل توبه العباد، والله عز وجل يفرح بدمعه التائب. وانا احدثكم ولا احوج الناس لهذا الكلام، والله يشهد، ولكن نذكر بعضنا، فذكر ان فعلي الذكرى، وذكر أحسن فذكر الله ان الذكرى. إليكم. مرحبا سي حمزه. أحسن الله إليك أبو وإليك حمزة، أبو بارك حمزة. الله فيك. نسأل الله السلامة. حتى الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فبدت سوآتهما فبدت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني شوف الله سبحانه وتعالى، يعني كيفاش بدات السوءة ديالهم كتظهر، يعني العورة ديالهم كتكشف، حشموا استحياوا وبداو كيشدوا من الورق ديال الجنه وكيخبيوا العوره ديالهم. بينما صلى الله والسلام ان حال اخواتنا اليوم ولات عندها موضه انها تخرج نص لابسه ونص ما لابسه، ما كنعرفها واش غاده ولا جايه، ولا الا مشات لشي بحال كما كنقولوا صافي، هذيك هو المعرض كما كنقولوا ديال الاجسام. واحد كيتريني كيمشي كيعلي لك نعمه سيدي على صحته، وهي وكذلك نسال الله السلامه لابسه وما لابساش ما عارفينش، الله نسال الله السلامه. والغالب في الامر انك اذا تحديت مع اي اخ ولا اي شاب في هذه المساله كيشوفك بواحد المصطلح اوبن مايند، يعني ها الوقت بتلات والوقت دايره وخصنا نعيشوا الشباب ديالنا. ولا كنت شي بعدا تستريش كتقول لك اول جمله واش كتجاوبك سيدي ياسين، كتقول لك واش انا ندفن شبابي ولا باقي بيت نعيش وخصني ندير لا وهذا تقول لي وانا باقي صغيره، اش شنو درت انا؟ اش في بيت كاع اش كان انا كاع في ملك الله وما ليش دات، وانتم متشددين وانتم يا اخي يا اختي، راه ما نقول هذا الا حبا فيكم، ما بغينا لكم الخير. انا بالله عليك نسال الله السلامه، انت اللي الله عز وجل وكيمن عليك مجموعه من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فاذا بك هذيك النعمه اللي غتشكر بها كتعصي بها، كيف يجتمعان؟ وانت الله سبحانه وتعالى من عليك بنعمه البصر، مشيت يا اخي للبحر، سير اخي البحر خاوي وتقابل مع ذاك البحر وسبح سبحان الذي خلق هذا، وبين قوسين عباده مهجوره تفكر في خلق الله عز وجل. بينما انا الانسان بلاص ما يجلس كما تنقولوا حنا ويتمنظر في خلق الله عز وجل، هاد الانكيدو هنا وهاد الانكيدو هنا، نسأل الله السلامة. والاخواتي نسأل الله السلامة، تاهما داير البداية ديالهم، يعني مكملين ما مقصينش مجهودهم كما كنقولوا. والغريب في الامر ان الفقر الحقيقي هو فقر النفس، ماشي جيب خاوي ولا ما عندي ما ناكل ولا ما عندي فين نسكن ما عندي ما نشرب، داكشي كلشي عنده حلول كيبقى في الدنيا. انما الفقر هو فقر النفس حين تدعوك النفس الى عصيان الله عز وجل فتستجيب بدون تردد. شي النفس
ملي كتقولي كدير داك المعصيه، ولما تستحضر عظمه الله سبحانه وتعالى، ولما تستحضر العقاب والجهل بالمآل، وانك مشيت تعصي الله عز وجل وانت في الملك ديالو. نسأل الله السلامه، من اخير ما قد يعاقب به المرء ولا يدري. هذا هو واحد كتقول ليه كيشوف راسو بلي يعني سمعت عنده عدد من نعم الدنيا، ساكن مزوج كما قلتي، عنده دار وعنده طنوبين، ما خصو حتى شي خير، ولكن ملي كتسولو هذا السؤال كتصلي، او الله يهدينا، عندك شويه ديال الذكر اليوم بعد ذكرت الله عز وجل، او خفنا في هذه اللحظه نصر. عندك واحد الختمه ديال القران تشيتي لها وقريتي القران اليوم طليتي عليه، ولا يا اخي معاقب اكبر عقاب، نسال الله السلامه بان الله عز وجل بعدك على الطريق ديالو. والغريب في الامر ان الانسان كيعصى الله عز وجل، وبدل ما انه يستحي ويبكي على الخطيئه ديالو، لا كيجاهر بها وكيدافع عليها. وكما ذكرتي يا اخي ياسين كيقول لك وما انا اش درت كاع، وانا راه كنعيش، الموسيقى حرام، وما حرام كلشي كيتصنت ليه دابا يا اخي، داك السؤال راه كيبين العوار ديالك، وراه كلشي كيلبسو، ولكن غدا امام الله عز وجل نفسي نفسي، داك اللي قلتي لهم كلشي ما تلقى حتى شي واحد حداك، الا كنتي الاب والام ديالك اللي هي حياتك كلها كتصبح عليهم وتمسي عليهم، ولا الزوجه ديالك اليوميه كتشوفها، ما غاديش تكون معاك غدا، فما بالك يا اخي حين يقف الناس في يوم مقداره 50,000 سنه، وانت تقدر، وانت دابا جالس في بلاصتك متكي، وحداك الكليماتيزور، وحداك نعامه سيدي كاس العصير ومبرر، وما خاصك تاخر، وكبدا تدو على هذا الجنب اليمن وضاني هذا الجنب اليسار، فما بالك اخي لو قتي قدام المولى عز وجل اش غادي تجاوب؟ كيفاش ان الله سبحانه وتعالى كيمن عليك بهذا الخير كامل، وبالمقابل بدل الشكر انك تعصيه؟ وهذا الزمان في تنس الله السلامه، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي عليكم زمان الا ولدي بعده اشد منه، فالقابض على دينه كالقابض على الجمر. الشباب تكبوا مع الموجه الاعلاميه، يعني تكبينا واحد كما كنقولوا مشينا واحد الخويه خايبه، السنه الاعلاميه خدامه وهادشي كامل كيتغلف بعده اغلفه، كيجي واحد كيقول لك يعني والله الانسان خصو يعيش حريه التعبير وحريه الراي، الانسان خصو يلبس اللي يبغى، بينما ان تبان لي شي وحده دايزه شي وحده لابسه اللباس الشرعي والتشدد، وعلاش كتلبس هكا، يعني سبحان الله العظيم في الدستور ديالهم عندهم الحريه، وان المرء يدير اللي يبغاه، وكيبين لهم بلي خصك تعيش حياتك، وما كاينش شي واحد اللي خصو يقمعك، وعيش كما بغيتي وعيش شباب كنت باقي صغير، ولكن غير يدوز شي اخر نسال الله، يعني وفق الله عز وجل انه من عليه الله لابس واحد الطويقيه ولا واحد ولا واحد القميص، مالك على هذه الحاله ومالك على هذا اللباس، واختي انت مالك دايره هذا الشيء في راسك وانت باقي صغيره وخصك تعيشي شبابك، يعني سبحان الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوها قبل ان توزنوا. راه اخي ولا اختي لما حاسبتيش راسك اليوم وما حاسبناش انفسنا اليوم على هذا المعاصي اللي عصينا بهم الله عز وجل، بحيث ان الله سبحانه وتعالى أغرقنا في نعمه، بالمقابل نحن أغرقنا أنفسنا في المعاصي. كيفاش أن المولى عز وجل ما كتهزي يدك ما كتجي فين تكمل الدعاء إلا الله كيستجب سبحانه وتعالى، كيفاش أنك كاين شي حوايج مازال ما طلبتهم وكيوفقك الله وكيجيبهم حتى عندك، كيفاش أن الله سبحانه وتعالى مازلت كما كنقولوا غير كتفكر يا ربي بغيتك تسهل عليا، يا ربي بغيت ندير، يا ربي بغيت ندير، أنت مازال ما كتكملش الله عز وجل المجيب، ولكن أنت بالمقابل باش شكرتي هذه النعمه هذه، باش قابلتي هذه النعمه هذه. والغريب في الامر، ولا متاكد اخي ياسين ان هذا السؤال غيكون جاك ماشي مره ماشي جوج، كيقول لك بعض الشباب راه كنحس بالخطا ديالي من صغيره وما عرفتش، كنحس براسي ماشي وهذاك، وديما وكندير والمعاصي ودموعي ضاينه بيا. كتقول لي طيب اخي سؤال، يعني الموضوع اللي تحدثتي عليه على اخ ياسين، تيقول لك كتقول لي كتصلي، تيقول لك لا، وبالله عليك اخي الا ما كنتيش كتصلي، كما قال سيد ياسين اول ما يسال عنه المرء وهي الصلاه، وصلة ورب صلة الرب بينك وبين الله عز وجل هي ديك الصلاه، واول ما تسال عنه هي ديك الصلاه، وزاد عليك يكفيك ان العلماء اختلفوا هل تارك الصلاه كافر ام لا، وهل تارك الصلاه يصلى عليه ام لا، وهو هل تقبل الصلاه، هل تقبل اعمال تارك الصلاه، وانت سير صوم وصدق وما خليتي ما درتي، واش تقبلك بعديك الاعمال بسبب داك الصلاه اللي ما كتصليش ولا لا؟ علاش يا اخي؟ علاش خليك لك الله عز وجل؟ اشنو اللي صعيب؟ علاش بدك علاش نسال الله السلامه ان الله سبحانه وتعالى امرنا باش انه يجيدنا باش انه يلقانا في الطاعه، بالمقابل انه امرنا ونهانا باش انه ما يلقاناش المعصيه، فاذا بنا نخلط بين الامرين يجدنا حيث نهانا ويفقدنا حيث امرنا، كيف؟ اسال راسك في هذه اللحظه،
خلاص كفات اللحظه بالضبط، الا عرفتي بلي كما كنقولوا بقات لك عندك سيدي نهار وغتموت، يلا نعطيناك نهار خذ راحتك، يلا راه نهار غتمشي تسامح وتصلي وما شات دير، ولكن انت مستعد انك تلقى الله عز وجل؟ او حين تسال عن عمرك او شبابك فيما افنيته بماذا سوف تجيب؟ شنو هو الجواب اللي الجواب اللي في نظرك انت غادي يكون مناسب لديك اللحظه؟ اشنو غادي نقول الله عز وجل حين تسأل عن شبابك وعن النعم التي أنعم عليك الله بها؟ والغريب في الأمر، الغريب في الأمر أن حتى ملي كنشوف شي شاب حاول أنه يستقم ولا يرجع طريق الله عز وجل بس ما أننا نسأل الله يثبته ولا نشجعه كنستهزئوا به. لقاو وحدة وفق الله عز وجل ومن عليها الله سبحانه وتعالى أنها تستر راسها كنضحكوا عليها كنسميوها متخلفة متشددة معقدة. نسأل الله السلامة لعلي وعسى أن نترك لك كلمة سيدي ياسين. آمين يا رب. كتسمعني؟ كان اسمعك سيدي ياسين. الله يسر الأمور، الله يجزيك بخير. اللهم آمين. بالنسبة للمعاصي، الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان علم ما يصلحه وما ينفعه وما يضره، فنصحه بالابتعاد عنه، بل أمره بالابتعاد عنه. ولما ذكرت المسألة ديال التبرج الآن واستحلال البنات لهذه الجريمة قبل أن تكون شرعية، فهي جريمة أخلاقية. الناس بغير دين وناس بدون وحي، ناس بدون شريعة، يعني يأنفون من هذه المناظر الآن التي نشوفها، لكن نشفق عليهن ونقول أسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهن. في قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه رابع أربعة، يعني رابع الرجال الذين دخلوا في الإسلام. هذا الرجل لما سمع رضي الله عنه بأن رجلا في مكة صار نبيا شد الرحال ودخل إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أبحث عن محمد، فقال يعني بحالها قال لي عندك الزر انك تلاقي دي سولتني انا كل سول شيء واحد اخر لك انا الجواب شيئا اخر، لا رايت من العنف ما يسعدك، فقال اتبعني. فقصه طويله، فتبعه حتى دخل به الى دار الارقام بن ابي الارقام، والنبي صلى الله عليه وسلم وسط السابقين الاولين من هذه الامه بعد اصحابه، فحدثه عن الاسلام، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فاسلم. لكن لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدح أبو ذر بكلمة الحق وسط قريش، فالنبي نصحه وقال هذا لن يفيدك في شيء فستتعرض لما يسوءك. فأبو ذر رضي الله عنه كان رجلا شديدا وكان رجلا يعني ذا أنفة وكبرياء، فصدح بها وقال لا إله إلا الله وصدق قريش محمد رسول الله، فضرب بالنعال وبالعصي وبأي شيء وجدوه في أيديهم، ضرب ضرب الموت. قال أبو ذر ضربوني ليقتلوني، حتى جاء العباس رضي الله عنه فأنقذه، ثم اختبأ في ستار الكعبة زمانا لا يأكل لا يشرب إلا زمزم، قال حتى تكسرت عكن بطني سمن من شرب زمزم رضي الله عنه. فالشاهد في هذه القصة هو أبو ذر رضي الله عنه في ديك الساعات كان في بيئة كافرة مشركة، كانوا دوك الناس ما عندهمش دين، كانوا كيعبدوا الأصنام، كيجد الحجرة الحجر كيعبد، يقول الحجرة أعطيني الشتايا، الحجرة أعطيني الفلوس، والحجرة أعطيني الولاد، كيجدوا تمر كيعجنوه وتيقدوا به بحال عجينة، تيقدوا به واحد صنم وكيعبدوه، واعطينا الولاد الله يحمدك فينا الجوع، والتمر والتمر والصنم، كل واحد كيسميه ها هو بال هلاد ها مناد العزى، كل واحد اش كيسميه، ممكن شي واحد تما سميتو قعيقعه ولا شي حاجه، وقعيقعه عطينا التمر ديال صايبينو بالتمر، وقعيقعه عطينا الولاد، وقعيقعه عطينا، فاش كيجيهم الجوع كيجيو داك قعيقعه كياكلوه. ديك الساعه هاد الناس ما عندهمش، هاد الناس في العباده هاربين في النيفو، هاربين شي حاجه الهربه، كيعبدوا شي حاجه اللي كاين شي كيعبد، كل واحد اش كيعبد. المهم هاد الناس في هاد البيئة هادي، في هاد البيئة هادي اللي ما كاينش الدين وما كاين والو، كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه جالس
وكيدوروا شي عيالات كيطوفوا بالكعبة مشركات. فنطق بكلمة سيئة، قال واحد الكلمة خايبة، يعني عبارة عن يعني تعني الذكر أو الأنثى، يعني جهاز التناسلي ديال أحد الجنسين. فهما جابوا طافوا عطينا مرة أخرى على الكعبة، كأن داروا بحال ما سمعوا والو. هو يصرح قال الكلمة كما هي ديال العضو التناسلي، فولولت المرأتان وهربوا، هربوا تيجريو، حشموا وهربوا كيقولوا تيولولوا في القصة والولتها. ففي الطريق هما هربين تلاقوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولد دربهم بحال هكا، ولد الدرب ولد القبيله ديالهم ولد كذا، واخا انهم ما تيامنوش به ولكن معروف عندهم. وقال لهم يعني ماذا هاكما، يعني شنو الحاجه اللي خلتكم انكم تهربوا بحال هكا وتخافوا هذا الفزع كامل؟ قالوا لي الصابي، الصابي هذاك اللي تيقول عليه الصابي، هذاك المجنون ولا ذاك المجذوب اللي يسلخوا كفار قريش هذه اليامات، مخبي تما قال كلاما سيئا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اش قال؟ فقالوا لي قال كلمة تملأ الفم. هذو مشركات وحشموا، عندهم الحياء وحشموا، قال كلمة. واليوم قد تدخل أو قد تصادف منشورا من منشورات المسربة من المجموعات النسوية، وتشوف الكلام بعد المقاطع التي تنتشر لبعض الانستغراميات والسنابشيات واليوتيوبرات والفيسبوكيات، الله المستعان. يعني انا لي رجل، انا اللي ماشي انثى، استحي، انا اللي محتك في المحطه مع بنات، محك في المرصى، في السوق، في الطريق، بعمرك اللي يسوى واللي ما يسواش، هذا الكلام انا اللي المفروض يكون عندي عادي اللي كنسمعه، استحي منه. وحده اللي كتبقى في الدار، وحده اللي كتبقى في تنبعدوا احنا قدر المستطاع عن المتوحشين وعن اللي ما يسواش، كنخليوها هي تبقى رقيقه وطيبه وتبقى في الصبغه ديالها. هاد الامور هذه كتخلع، هاد الامور هذه كتخلي الانسان كيترعد. وفاش يقول لك شو ما بقاش بنات الناس في الاول كنا كنهيجوا، كان كل شيء كيقوم لي ولكن اليوم فاش كتسمع ما بقوش بنات الناس، وليتي كتفكر كتدافع، ولكن كتدافع وانت ما محمرش وجهك، لان الواقع يكذبك والمواقع تكذبك والفيديوهات تكذبك والسياق يكذبك، كتشوف كل شيء هادشي ضدك، وهذاك صاحب كيدي يقول لك ما بقاوش بنات الناس ضدك والقصص اللي وصلتك، ومع ذلك كتحاول ما امكن انك تدير ما من دوز الشيء، باش بسبب هادشي اللي وصلنا ليه احنا اليوم، احنا اللي اخترنا هذه الطريقه هذه، وهذا الواقع هذا احنا اللي صنعناه، كما كنصنعوا التافهين كنصنعوا كذلك احنا هذا الواقع. حنا اللي عوض ندي ولادنا للكتاب يحفظوا القران، كنديهم مهرجانات، وكنديهم البحر يشوفوا العرى، وكنديهم هنا ونديهم هنا، وقليل فينا اللي كيفكر القران. ويلا فكروا كيعطيه نهار في السيمانه، ويجيب لي واحد الفقيه للدار ويعطيه واحد شويه عمره البراد ديال اتاي، ويقري لي واحد شويه ولادو اللي محفظ واللي محفظ، ما يسولهم فين وصلتوا في القران، ما يسولهم اش قريتوا، ما يجيب لهم اشرطه اللي تنفعهم في حياتهم، ما يدخل لهم قنوات اللي هي هادفه، مخليهم كانهم في زريبه عايشين، ما كاين لا طبيه لا طير لا تكوين لا والو. والدري هاز ببجي ولا سميتو كذا كذا، هو كيتفلى ويلعب، وقبل البنات ديالنا مخلينهم كيتفرجوا في ستار اكاديمي ويتفرجوا في كذا، والمخيره الحلم ديالها هو انها تشوف فارس احلام بحال ذاك التركي اللي عينيه زرقين ولا الشعر ديالو غادي هكا ولابس كذا كذا وغادي كذا كذا، بواحد اللباس وبواحد الهيئه معينه. وداك الشيء كاين في الافلام، هذاك التركي فاش كتمشي لجوجل وكتكتب السميه ديالو كتلقى مطلق وعنده 4 ديال الوليدات، هذيك التركيه اللي باغي انت تولي مرتك ولا تكون بحالك ولا كتعرف الرومانسيه ولا كتعرف كذا، الا مشيتي تقرا عليها تلقى زوج شهرين هي تطلق، ولا تلقى مدابزه ولا تلقى، لا يعني انهم كلهم، ولكن داك الشيء اللي كاين في الافلام كيبقى فقط في الافلام، هذا كيتسمى تمثيل، هذاك الشيء داخل في النص، هذاك الشيء داخل في السياق ديال الفيلم، هو تفرج في الفيلم وخاصو هذيك اللي كاينه في ذاك الفيلم الفلاني تكون بحالها، ولا هي بغات هذاك فارس الاحلام بحال هذاك اللي لقات هي في ذاك الفيلم يكون بحاله، هذا الشيء كامل تيبقى افلام وتبقى لك الواقع شيء آخر. لذلك خاص تقبل راسك وتأمن بالنعم يعطيك الله عز وجل، وتستحضرها، تستحضر النعم اللي يعطيك الله عز وجل دائما في هذا الباب هذا ديال الدنيا. شوف الناس اللي أقل منك، هذه نصيحة، ديما في الباب ديال الدنيا، هذاك عنده تيغوان، هذاك عنده الرونج، هذاك عنده التوارك، هذاك عنده الأوضي، ديما شوف اللي تحت منك، شوف هذاك اللي كيتمشى على رجلي وعندك دوسون سانك، شوف هذاك اللي كيتمشى
السياره الفلانيه وانت عندك سياره احسن منها. شوف هذا اللي كنت مشى بموتور ولا بيكالو كيقتل البرد وانت مخبي وفيك دريوشه وحمد الله وشكره. ولكن في الامور ديال الاخيره شوف الناس اللي اكثر منك. الانتقائيه هنا خدامه فيه باش انت تصلح راسك. انت اللي خدام لك هادشي هذا. شي دابا الحصان في امور نعطيكم مثال الحصان ودي الله يهديك فلسطينه اعتذر الحصان فاش فاش تمام كي إن شاء الله. بيشارك في الحصان فاش كي بيشارك في شي مسابقه ديال القفز ديال مثلا ديال 2 مترو هما كيدربوا على 2 مترو ونص باش هذيك 2 مترو تجي ساهله ولا كيدربوا على 3 مترو. كذلك انت في الامور اللي انا فعالي في الاخره ما تشوفش هذاك اللي ما كيصلي تقول اه بعد انا كنصلي في الدار كنجمعهم في العشيه. شوف هذاك اللي ملازم من الصلاه في الجماعه ويقوم الليل ويصلي النوافل. شوف هذا قول على باش فيتني هذاك علاش؟ لان في صالحك انت بحال الامتحانات ما كتشوفش هذاك اللي كسول ونضرب 10 المرات كتشوف هذاك اللي كيجيب مزيان تقول اي خاصني نزير راسي. شوف صاحبي صاحبي هذا تيقرا وكذا وكتزير راسك. هذه قاعده خدها في الاخره. شوف الناس اللي فوق منك والناس اللي احسن منك والناس اللي فايتينك. وفي الامور الدنيويه حتى لا تقتل نفسك كمدا لان الارزاق كتب الله عز وجل ارزاق ما بيد شي واحد. باش ما تقتل راسك كمدا خاصك انك تقنع بما اعطاك الله. ونصيحتي للشباب هذه كلمه اخيره باش ما نطول على السي حمزه. نصيحتي للشباب المعصيه ما فيهاش الخير. معصيه معصيه ما فيهاش الربح ليك انت. الحياه اللي خلقنا ربي عز وجل فيها بزاف ديال الحلال فيها بزاف ديال المباح. فاهرع هرب الى الله وتخبى في الظل اللي خلق لك الله عز وجل هنا ديال السعاده وديال المتع وديال الحياه. الى عندك الفلوس وقادر انك تزوج لا تتاخر فانت تتعذب. قضي الغرض توكل على الله عف بنت من بنات المسلمين وحاول انك تعيش السعاده معها تعينك على دينك وتعينك. اختار لك رفقه صالحه لان الا غبتي على المسجد الا غبتي على حلقه الذكر وبخوك وماشي اللي يقيدك المصايب. الطريق ديالو فيها البنيقات الطريق ديالو فيها الحبس الطريق ديالو فيها المدابزه الطريق ديالو فيها الخمر الطريق ديالو فيها الحشيش فيها البليه. هذيك الطريق ما خداماش لك ابدا لا في الدنيا في الاخره. ما عمر ما تلقى شي واحد خرج الطريق ومتفرو. عمر ما تلقى كتلقى حاله شاذه وكتلقى كتلقى خامج من الداخل مسكين كتلقى بتالي معذب ما كيعيش سعاده ما يقدرش يصحى يا اما ديما مبروكي ديما سكران ديما كذا تيقول لك ها كنشرب شرب باش ننسي كنشرب شرب باش ما عندوش الشجاعه باش يواجه الواقع. وانت خلق الله عز وجل سافر قرا تعرف على الناس الصالحين الناس مزيانين تبع صفحات مقاطع هادفه عطى الله ما تقرا عطى الله ما تتبع عطى الله ما تعمر وقتك ثم ابتعد قدر المستطاع. الله عز وجل يقول لك فاتقوا الله ما استطعتم. ابتعد عن المعصيه قدر المستطاع ولا تحطي فيها استغفر الله وتوب الى الله. الله عز وجل ما هديش ربك والله عز وجل ما هديش يتخلى عليك بالعكس الله عز وجل يفرح بتوبه العبد وغدا ان شاء الله نتلاقوا في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الامنيه ديالنا. حفظكم الله ورحمة. وجزاك مرحبا ابو حمزه. بطبيعة الحال كما قلت لك يا سيدي ياسين، الاعتراف بالخطيئة فهو نصف التوبة. وسبحان الله يعني العبد يتبتلى وراجع نفسه ولو غير شويه يعني عفى صبر اللي عصى الله سبحانه وتعالى وترك واحد المعصيه الى الله سبحانه وتعالى كيرجع به لطريق الحق. وكما قال يا شيخي لان من يريد الحق لا يصرفه الله عنه. شي انت عصيتي الله عز وجل وبغيتي تتوب من ديك المعصيه بغيتي ترجع لطريق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما كيخبيش عليك طريق الحق كما قال الحق سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا فقد بادر الى باب التوبه. غاصي عن طريق الله سبحانه وتعالى. وفي الاحاديث القدسيه معروفه لا يخفى عليكم اذا اتاني عبدي ماشيا اتيته مهرولا. راه انت مشيتي غا كتمشى والله عز وجل كيقبل عليك وجهي كيجري غير قبل على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابو حذيفه في صحيح مسلم كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وانا كنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني. عباد الله كتسول على الخير وكيسال على الشر خاف لا يوصلوا. فاذا بنا حال شبابنا اليوم صلى الله عليه وسلم هو اللي كيمشي يحشاصو في داك الشر هو اللي كيمشي يقلب على الفيتان هو اللي يمشي يقلب على فين يزني فين كيتباع داك السم الى اخره. علاش يا اخي؟ توب الله سبحانه وتعالى على طريق الله سبحانه وتعالى يتمنى لك من انك تعيش ما تخليكش تبحر ما تخليكش تدور ما تخليكش تخرج ما تخليكش تلبس
الله سبحانه وتعالى فاش كيبيع هذيك على واحد الحاجه اللي كما كنقولوا الحرام، هذاك الحرام حيت فيه ضرر ليك، واي حاجه بحرم الله عز وجل الا وفيها ضرر ليك. وريني حاجه وحده فيها المنفعه، الله سبحانه وتعالى قال لك ما تمشيش ليها. اعطيني حاجه وحده الله سبحانه وتعالى قال لك ما تمشيش ليها، وهي في الاصل ديالها ما فيها حتى شي مضره. الله سبحانه وتعالى ما بعد عليك ديك الحاجه وما حرم عليك الا وفيها ضرر ليك، الا وغادي تلقي بك التهلكه. نسال الله السلامه، خلينا من موجة لا الوقت بدلات الزمن مابقاش كي كان الوقت خياب. قال إمامنا الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا. باقي النهار 24 ساعة، وباقي الساعة ب 60 دقيقة، وباقي الدقيقة ب 60 ثانية. رحنا اللي فينا العيب، رحنا اللي بعدنا على أصلنا. رهبة العبد كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. ما يمكنش اخي تزاد في الدنيا وانت اصلا المتطلب ديالك هو الدنيا. وقال كما قال ابن عثيمين رحمه الله، عجيب هذه المساله: من طلب عيش الدنيا ضاعت عنه الاخره والدنيا، ومن طلب الاخره فاز بالدنيا والاخره. كيف بك يا اخي، انت غادي كتجري وراء ملذات الدنيا وغاق في المعاصي، وفي الاخير كتقول ما عرفت مالي كنحس براسي ما مرتاحش وحياتي ما مقداش الى اخره. وكما ذكر الاخ ياسين: شوف الاسباب اللي يعينك على التوبه على الاستقامه، ومن اشد ومن اهم الاسباب اول حاجه يكون الاخلاص في التوبه الله عز وجل. اختار رفقه، وهذه عندها اهميه كبيره، حيت واحد كيعيط لك باش كيقول لك يلاه نصلي، ماشي هو واحد كيعيط لك كيقول لك يلاه نصلي، واحد كيقول لك يلاه كاين واحد الدرس في البلاصه الفلانيه، ماشي واحد كيقول لك يلاه نتلاقى مع فلانه. وشوف سبحان الله، من اطر الرفقه الصالحه نستحضرنا واحد المساله، كاينه واحد الكلمه كنقولها اسبوعيا، وهناك من يقولها شهريا، وكاين فينا اللي كيقولها كل 3 ايام على حسب الانسان وشحال كيقرا. الكلب اللي تذكر مع اهل الكهف، كلب 3 حروف 30 حسنه، اشنو دار الكلب هذا غير مشى معاهم؟ هذه الحاجه الوحيده لا زال يذكر ويذكر الى يومنا هذا، الى يوم يبعث المرء. كلب ما دار حتى شي حاجه غير غادي معاهم في الطريق. شوف أطار الرفقة الصالحة، اختار البلاصة فيك كتعمر وقتك، شوف باش كتعمر وقتك. راه ما يمكنش يا أخي أنت واقف في راس الدرب وكاع النهار أنت مقابل الهضرة، ويلا نمشيو نسهروا هنا، والباكيت الكارو في الجيب، والمجالس نسأل الله السلامة غير ديال الفتان والمعاصي، وبغيتي أن الله يتجاوز عليك، دي الأسباب باش الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. وفي الأخير نسأل الله أنه يتجاوز علينا، نسأل الله أن لا يجعل من الذين يريدون الآخرة بغير عمل، نسأل الله يثبتنا ويوفقنا. جزاك الله خيرا أخي ياسين على هذا الاستضافة، على هذا البث المباشر، وحنا فخورين جدا بأننا استضفنا أخ مثلك. نسأل الله أنه يدينا وينفعنا وينفعنا بما علمنا. الله أطول لك يسترنا، الكلمة الأخيرة إن شاء الله. الله يسترنا، والله عز وجل راه مطلع، والله عز وجل غير سترنا. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة ديال الستر. هذا هو الشيء المهم، حنا كنختاروا بستر الله عز وجل، وكنقولوا للناس يتوبوا الله، وحنا خاص اللي يقول لنا توبوا الله واستغفروا الله عز وجل، وكلنا مقصرين. نسأل الله عز وجل في هذه الحقيقة ماشي تواضع، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. كنحاول ما امكن اننا نلتزم بما اراده الله، وكنحاول ما امكن اننا نبتعد عن المنكرات وعن المعاصي وعن ما يغضب الله. كنحاول وكنذكروا الشباب، كنستغلوا هذه الواقعه هذا علاش؟ باش ما نخليوش المساحه خاويه. اغلب العلماء مشغولين بالتدريس، اغلب العلماء مشغولين بالتاليف، اغلب العلماء، فحنا كنمشيو عند دوك العلماء تنقول الله يرحم والديكم، عطيونا فرصه وخليونا حنا نهضروا بما تجيو نتوما، بما يجي واحد النهار وتساليو كنستافدوا منهم. داكشي اللي كنستافدوا كنجيو كنبسطوا الناس، كنقولوا بواحد اللغه يفهموها الناس، كنشجعوا الشباب انهم يبتعدوا الحرام، كنحاول نعطيو واحد الصوره زوينه على الحياه ديال الشاب اللي يحاول الابتعاد عن الحرام، الشاب اللي ما كيتصاحبش، اللي ما كيمشيش يصلي، ما كيمشيش يشرب شر. ها هو النموذج في الاعلام، هذا النموذج غائب، حنا كنحاولوا نديروا فرصه، كنحاول نخلقوا فرصه نقول لهم اجي راه ما نوريكمش هذا الشاب هذا كيفاش عايش، ها هو كيفاش عايش، راه عادي، ما مات، ما تقاد عليه الاكسجين، ما تقاد عليه الماء في الدار، ما مشى ليه الضوء، ها هو كيمشي للبحر، ها هو كياكل، ها هو كينعس، ها هو مزوج، ها هو مسافر مع وليداته، ها هو كيضحك، ها هو تيغني حب وطا، تنشد حب وطا يوسطا طابو، ها هي الحياه ذاك غاديه. الحمد لله، فحاولوا بعدوا على المعاصي، وراه ما يخصكم خير سيدي ربي عز وجل مع هذه سبحان الله. الشيء. اسمح لي
سبحان الله هذا حب بطا بكثر ما كان استمع له عندك انا والاخوات تحفظنا. اسال الله عز وجل ان يجعل ايامنا كلها سعيده بذكر الله، وان اللهم يجمعنا آمين في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان آمين يولي امورنا خيارنا، وان لا يولي امورنا شرارنا. اللهم اجعل علينا صلاه قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا باثمه ولا فجار. اللهم اجمعنا في الجنه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على التوحيد وامتنا على التوحيد يا رب العالمين، واجعلنا من اهلك يا رب العالمين. انصر هذا الدين، اللهم انصر المسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان، واعلي رايه الحق يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، واعذرونا على التقصير. خيرا ان شاء الله استدي احسن الله اليك، بارك الله فيك، الله اسال يسلمك. الله الله اللهم بحمدك اشهد ان لا آمين. اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وحياكم الله وطيبتم وطاب ممشاكم.